أخذنا يا سادة في الحصة الماضية عن الفعل المضارع، وحكينا إنه الفعل المضارع صحيح الآخر سابع، لما أسألك سؤال بتجاوب، غير هيك لا. صحيح الآخر له إعراب خاص. أول شيء بدي أشوف مين الطلاب المتذكرين شو يعني صحيح الآخر، بس أسألك جاوبني. يلا محمد. نعم، حروفه صحيحة، لا عفوا، ينتهي بحرف صحيح. ينتهي بحرف صحيح. مش يخلو، ينتهي بحرف صحيح. ماشي، ممكن يكون بالبداية حرف علة، ما له علاقة. طيب، حكينا يكون مرفوعا إذا كان، متى يكون مرفوعا؟ إذا لم يسبق بأحد النصب. رائع، لم يسبق بأحد أحرف النصب. ريان تعال. والجزم. طيب متى يكون منصوبا؟ متى يكون منصوبا؟ رائع، خل اقعد هون يا مس، الله يرضى عليك. اذا سبق باحد حروف، خلص خلص ريان، ما بدي. ما هي حروف النصب؟ احسن. ومتى يكون مجزوما؟ ما هي حروف الجزم؟ حروف الجزم، نعم، لم ولا ناهية ولا من الأمر، نحفظها زي اسمنا هلا. تمام، في أي استفسار؟ طيب ركزوا معي يا ابني عشان أشرح القاعدة وأرتاح أنا وياكم. نقرأ الجمل، تفضل براء. يلا اقرأي مجموعة ألف. أحسن. اثنين، تفضل. يعني انه بكسل، كسل. نبيل وليث. احسن احمد. يلا بدي شاطرين، الباب يضل مفتوح. احسنت يحيى. خمسه. قالت الام لابنتها مريضه، هل تشعرين بالالم؟ نعم، احسنتم. الآن يا سابع ركز معي في المجموعة ألف، نقرأ المجموعة با كلها. أحمد اقرأ لي إياها بشكل سريع. يلا. بعض سابع ركز معي عشان اشرح القاعدة بسرعة وتكون امورنا تمام. ركز معي، ما بدي تكتب وما بدي تحكي ولا اي شيء شتك بالقاعدة. الان فرقت بالذكر وحكيت انه اي كلمة باللغة العربية يا سابع، ما بدي حدا يحكي، لها وزن. ماشي، معلش ما تحكوا لانه في طلاب حرام مش فاهمين. تمام، اي كلمة باللغة العربية لها وزن. كل كلمة لها وزن. يعني على سبيل المثال بحكي درس يا يحيى، ما بدي احكي اسمك مره ثانيه، بحكي درس. كل الكلمات على وزن فعل. فانا درس، الفاء الدال مع مين؟ مع الفاء. والراء مع العين. والسين مع اللام. اذا على وزن فعل. طيب كل الكلمات باللغه العربيه على وزن فعل. لو انا اشتقيت منها كلمه مدرسه،
قبل ما انت تحكي لي مفعله ممتاز بحط الدال مع الفاء والراء الحروف الاساسيه. يعني شو بضل عندي الحروف الثانيه؟ مفعل. اذا كل كلمه باللغه العربيه لها وزن، حتى اسمك انت له وزن، اي كلمه اي فعل اي اسم له وزن ويأخذ من الفعل او عفوا من الوزن فعل، جذر فعل. تمام؟ تمام يا سابع؟ امورنا لهلا كويسه؟ طيب الان يا سابع انا هلا بدي احكي لك ليش حكيت هذا الحكي. الان عندي فعل ذهب. الفعل ذهب على وزن فعل. لو حكيت لك يا سابع، خليني اخلص بسرعه الله يرضى عليكم، يذهب الان ما حدا يحكي ما على طول، في طلاب شاطرين بيطلع الاجابه، بس انا بدي احط كل حرف من الحروف الاصليه. شو اللي زاد عندي يا سابع؟ الياء والالف والنون. اذا شو اصبحت على وزن يفعل؟ على وزن يفعل. على وزن يفعل. نعم. اذا اول وزن من اوزان الافعال الخمسه يا سابع يفعلان. يعني اتصلت فيها الف، شو نوع الالف هون؟ الف الاثنين. واتصلت فيها ايضا النون. خلص اللي بيلعب بالقلم خلص. يا سابع مرة أخرى. تمام؟ إذا يا سابع، أول وزن من أوزان الأفعال الخمسة يفعل. نكمل. يا براء ركز مع بعض. تفعلان. نحط الأحرف اللي بتتوازن معها. لا عفوا. تذهبان. حروف الأصلية أحسن فاعل. شو بقى عندي؟ إذا شو الوزن الثاني؟ إذا يا سابع هلا بتحكي مثل ليش عم تعطينا بالأوزان؟ عشان أعرف ليش أنا سميتها أفعال خمسة، لأنه كم عددهم؟ خمسة. نكمل. يذهبون. يذهبون شو نوع الواو هون؟ واو الجماعه. احسنت، رائع. اتصلت ايضا معها نون. اذا على وزن يفعلون على طول. براء اعطاني اياها من دون ما انا اقعد اوزن. اذا ثلاثه يفعلون. اربعه لما احكي تذهبون على وزن يفعلون. احسنتم. يا علي ركز معي. خمسة تذهبين على وزن تفعلين. ما نوع الياء هون؟ يا المخاطب. إذا نرجع لموضوعنا يا سابع، نرجع لموضوعنا يا سابع مرة أخرى. عندي أوزان، خمس أوزان من الأفعال الخمسة، خمس أوزان. عشان هيك انا اعطيتك اشتقاقها. كيف لما انا بحكي لك عندي الحليب بشتق منه، بعمل اللبنه، بعمل اللبن الى اخره، الاساس منه الحليب. كذلك اي كلمه باللغه العربيه وزنها واساسها فعل. فعل انا بشكل على كيفي. يذهبان على وزن يذهبان. شو نوع الالف؟ ويذهبان على وزن تفعلان. والالف الف. طيب ويذهبون على وزن والواو ونفس الشيء. أربعة وخمسة تذهبين على وزن والياء يا يا المخاطبة. إذا كم عددهم؟ خمسة. لسه هذا كله تمهيد للدرس، أنا ما دخلت فيه بالموضوع الأساسي. الآن بدي أحكي معلومة. الأفعال الخمسة يا سابع لها ثلاث شروط. لها ثلاث شروط. أول شيء يا سابع إنها عبارة عن فعل مضارع. ما بدي أحكي لا فعل أمر لا فعل ماضي. فعل ماله؟ ابعدني عن الأسماء. سابع لو سمحت أنا بشرح قاعدة، ما تقعدش تحكي. عندي هالاسماء، يعني مش رح تكتب لي معلمون لانها من الافعال الخمسه. مش رح تكتب لي مثلا معلمون او تفعلين لانها جمع مذكر سالم. الجموع يا احمد
خاصة بالأفعال، عفوا الأسماء. أما أنا هون قاعد أحكي عن أفعال. إذا فعل إيش ماله؟ فعل ماله؟ تمام. اثنين، الشرط الثاني إنها تتصل بأحد، لاحظ، يا إما بألف الاثنين، ما حد يكتب كله، برتبه بعدين. أو يا أنتم، عفوا، واو الجماعة. إذا واو الجماعة ويا المخاطبة. إذا يا سابع، أول شرط إنه يكون فعل مضارع، والثاني إنه يكون متصل بأحد الألف اثنين أو واو الجماعة ويا المخاطبة، ضمائر اللي أخذناهم فيما قبل. كويس، خلي هيك عشان يضل الهواء بالصف. ثلاثة، ركز معي بثلاث. وهلا على الإعراب بتعرف شو قصدي بثلاث؟ تنتهي أو مختومة بالنون أو هلا بالإعراب بفهم شو يعني مش بتكون في نون وشو يعني مش موجود النون. لاحظنا لما قرأوا الطلاب بالمجموعات اللي كانت موجودة، في جزء كان عندي النون زي ما أنت ملاحظ، في جزء هون باء محذوف النون. هلا راح نوضح فيما بعد بالإعراب. نكمل نكمل. طيب الآن يا سابع نيجي على الجزء الثاني من القاعدة اللي هو الأهم والأخير، ما إعراب الأفعال الخمسة؟ خلي نزل إيدك، خلينا أعرف. رح أعطي مثال، اللاعبون يحرصون على الفوز. ركز معي يا ابني، ما حدا يحكي معي عشان انا اعرف الكل يستفيد. لان الصف السابع يعني شبهنا الافعال الخمسه بجدول الضرب، بجدول الضرب. تعال يا مستعد، الافعال الخمسه، الافعال الخمسه شبهت بجدول الضرب، جدول الضرب. كيف انا لما بدي احل معادله ما بستغني عنه؟ كذلك انا صف السابع خلص عندي فقره بستخرج على طول فعل الافعال الخمسه. كيف اعرف انه فعل الافعال الخمسه؟ مين يعطيني الشروط الثلاث؟ يا مس، مس بكل فعل مضارع يتصل باحد الضمائر المؤنث الثانيه ويا مخاطبه. رائع، يكون اخرته نون او محذوف. ممتاز، وهذا الشيء راح نميزه بعد شوي. خليك واقف، لا لا بشرح قادم، ما في حمام. طيب نرجع، يلا نرجع يا سابع. يحرصون، بمسك هالفعل، معلش يا مس ما حدا يحكي معي، كاني انا طالب بالامتحان بدي ابلش الاعراب وناسي شوي القاعده. ببلش يحرصون، بحكي بدايه الامر انه مضارع، بما انه لم يسبق لا حرف نصب لا حرف جزم، معناته شو؟ مرفوع. اذا ذكرنا درس ايش؟ الفعل المضارع. طيب مرفوع الان. هلا في الوضع الطبيعي، شوف سؤالي لما تجاوب يا مس افهم شو بسال. بالوضع الطبيعي الفعل المضارع بايش برفعه؟ بالضمه. بما انه هون عندي النون ومن الافعال الخمسه، اذا شو علامه رفعه؟ يعني النون موجوده ولا مش موجوده؟ برجع على الشروط الثلاث، طيب الله، إذا برجع على الشروط الثلاث، إنه ثبوت النون أو حذفها، ثبوت النون أو حذفها. هون عندي النون ثابتة، متى تثبت النون؟ إذا كان الفعل المضارع مرفوع. طيب ضروري أوضح لأنه جبت لكم بونص الامتحان زيها، لأنه يمس أشياء مهمة وأساسية. طيب إذا مرة أخرى، فعل مضارع ماله؟ مرفوع. مرفوع لأنه لم يسبق لا أحد حروف الجزم لا أحد حروف النصب. طيب يمس مرفوع، أنا بعرف من طول عمري إنه الفعل المضارع مرفوع بالضمة، لا بكلم الأفعال الخمسة بنسى الموضوع، بتذكر الشروط إنه ثبتت النون، مرفوع بثبوت النون. خلص اشبكها، مرفوع بثبوت النون لأنه بس يمس هيك. ضل جزء ثاني،
والفاعل والمصدر متصل دائما واو. الواو يا يحيى شو نوع الواو؟ اول شيء تحدد لي نوع الواو، ما حد يكتب كله برتبه بعدين. ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. اي ام اس ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. تمام يا سبع؟ اذا يعني معناته مس شو بتحكي لنا؟ انه الضمائر الثلاثه اللي انت كتبتيهم فوق اذا اتصلوا باحد بالفعل المضارع كلهم بالعرب وفي محل رفع فاعل؟ نعم، اذا كلهم في محل رفع فاعل. وبرضه في طلاب بيستنتجوا بربطوا القواعد، القواعد يا مس دائما انا بس اعطيك امتحان تلاحظ علي لو كان الامتحان الاول او الثاني او النهائي بحكي لك دفتر القواعد كامل لانه متصله. برضه يا سابع الضمائر المتصله اخذتها اول الفصل او الفصل الثاني، قلت لك انه الضمائر المتصله السته هذول من ضمنهم الف الاثنين واو الجماعه وياء المخاطبه كلهم ايش؟ فاعل في محل رفع فاعل عند اتصالهم مع الفعل. اذا زي ما احنا شايفين في محل رفع فاعل، عرفنا؟ اذا متى يرفع الفعل المضارع بثبوت او متى تكون علامة الرفع ثبوت النون؟ بس لما يكون مثلا الافعال الخمسه هو فعل مضارع يعني انا سالت تقريبا وجاوبت انه يكون مرفوعا او يكون بثبوت النون عندما يكون مرفوعا. طيب نكمل. يعني يا احمد الحلو لو حكيت لك حط لي الف الاثنين يحرصون وخلي لي اياها مع الاثنين شو بتصير؟ نعم احسن يحرصان. شو اعرابها؟ اشوف احمد الحلو بيعرفها كامله. يلا مضارع ماله في مسبوق بحرف نصب ولا جزم، اعتبر انه الجمله فوق. احمد ومحمد يحرصان على الفوز مثلا. ممتاز. ليش ثبتت النون؟ لان افعال الخمسه. احسنت. مهم التعليل. طيب ضل عندي شيء مهم يا احمد. شو اعراب الف الاثنين؟ رائع. معناته مثل حكيت الضمائر الثلاثه درسنا اليوم كلها في محل رفع. رائع احمد، رائع ممتاز. طيب نفس يحرس نفس فعل يحرس حط لي عليها يا المخاطبه شو بتصير؟ تحرصين. طيب وافرض انها انت يا سهى مثلا تحرصين على الفوز. طيب بلش اعرب لي اياها مسبوقه بنصب جزم. لا اعربها. رائع. يا المخاطبه مبين نوعها في محل رفع فاعل. طيب في اي استفسار للان؟ امورنا تمام 100%. اذا يا سابع زي ما احنا شايفين وعارفين انه اذا يا سابع تثبت النون عند الرفع ضروري اعرف الضمير المتصل الموجود فيها، ودائما الضمير المتصل في محل رفع فاعل. طيب يا مس متى تحذف النون؟ متى تحذف يا عبد الرحيم النون؟ ما تحكي اهدى. متى تحذف النون؟ نعطي الجمله وهي بتوضح لي كل شيء. بحسب اسماء الطلاب الشاطرين. محمد ثائر لشو أكثر طلاب شاركوا معي، وأحمد الحلو خلص اثنين. يلا بدأ تزيد بدأ تزيد مش مشكلة. وكنان ومحمد العوار الثاني. أحسنت. محمد عماد تمام خلص على شن اللحمة بكفي. خلص كمان شوي بعطي جمل في اختبار قصير. ركزوا معي المجموعة هاي أنا حبيت إني أختصر يعني ما أقدر أختصرها بس عشان أشجعكم. لم يترك المصحف الشريف في رمضان. معلش الجملة كبيرة بس عشان أشجعكم بهذا الشهر. نرجع لموضوعنا.
خلاص لن يترك يترك عفوا لن يترك عفوا طيب ما حكيت ولا شيء ولسه ما انتبهتش خلاص صار تحكي شطور طيب مجموعة هاي لم يتركوا بدي أبلش إنساني محمد وكنان وكل الطلاب الموجودين بدي أبلش أعرف مس طلبت مني أعرف لم ويتركوا المس سهلت علي ما حدا يحكي قالت لي لم لم هي عبارة عن حرف يتركوا أطلع هيك فعل ماله مج مجزوم مين اللي جزمه؟ لا طيب لم اللي جزمت الفعل المضارع بالوضع الطبيعي بشو بجزم الفعل المضارع؟ بالسكون. بالسكون هون بالأفعال الخمسة اللي بتستوفي الشروط الثلاثة نرجع عليها الشروط الثلاثة يمس أولا إنه يكون عندي هو فعل مضارع ثاني إشي يمس حكيتي إنه أحد الضمائر الثلاث يا محذوف النون يا مثبوت النون طيب لم إذا صار عندي فعل مضارع ملزوم بلم وعلامة جزمه شو؟ شو صار عندي علامة جزمه؟ نعم أحسن حذف النون من وين حذفت النون؟ من آخره التعليل ضروري لأنه تمام والضمير المتصل سواء في ثبوت النون أو حذفها ضروري تمام ودائما إعرابها شو بيكون مش لأنه صارت بحذف النون اختلف الإعراب لا واو الجماعة هيني بعيد وبزيد ألف الاثنين يا المخاطبة عند اتصالها بالفعل المضارع في الأفعال الخمسة تعرب في محل رفع فعل طيب يا مس يلا واو الجماعة ضمير متصل مبني كل الضمائر مع الفعل مع زي ما احنا شايفين ضمائر اللي اعطيتك اياها طيب اذا بستنتج قاعدة صغيرة انه متى تحذف النون من الأفعال الخمسة متى تحذف النون؟ نعم حاليا إذا سبقت بحرف ما هي حروف الجزم سريعا؟ أعطني إياها بصوت عالي يا محمد ممتاز إذا لازم نعرفهم زي اسمنا أساسيات باللغة العربية كله بكتبه بعدين لام الأمر ولا الناهية و ولا تمام نكمل الآن متى تحذف النون متى تحذف النون أيضا في شغلة جديدة عشان أختصر الوقت محمد فائر وأحمد وكنان ومحمد لن يتركوا القرآن أو المصحف في شهر رمضان إذا ما إعراب لن هون نعم حرف مبني نصب مبني ما إعراب يتركوا إعرابا تاما تفضل إعراب كامل بدي بالوضع الطبيعي إنها بتنبسط بالقلب بالفتحة بس بالأفعال الخمسة منصوب بس انت نسيت كلمة منصوب بلن لأنه من الأفعال الخمسة والواو فيها شو إعرابها؟ تمام؟ إذا بستنتج إنه تثبت النون كله بكتبه بعدين ثبوت النون أي هيك زي اسمها تحفظها في حالة الرفع شو يعني رفع لم يسبق بأحد حروف وتحذف النون إذا كان نعم ما هي حروف النصب سريعا؟ أحسن
وما اعراب الواو اذا اتصلت هون ايضا احمد واو الفما. طب لو حكيت لم يترك ايضا شو اعراب الالف فيها؟ الف اثنين ضمير متصل. ولو حكيت لم تتركي شو اعراب المخاطبه هون؟ رائع. الضمائر متصله اتصلت مع الافعال الخمسه تكون في محل رفع. بسرعه يا السادة عشان الاختبار قصير، بس مراجعه سريعه. افعال الخمسه لها ثلاث شروط يجب ان تستوفيها اليوم سريعا. نعم احسن. اذا الرفع وماذا تعرف يا رائد الضمائر المتصله دائما؟ رائع. الضمائر المتصله كما لاحظنا هون في محل رفع الفاعل. في اي استفسار؟ دفترك القواعد اختبار قصير في القاعده. يلا اكتب يلا معاي. اعرف ما تحته خط فيما يلي. لا. يا مريم. لا لا لا. شو بدي في يا المخاطبة هلا ويا المنادة؟ ركز معي. أنت تساعدين الفقير. اعرب لي يا سابع تساعدين. ما تنساش الياء. اثنين. يلا يا قيس يلا يا السطور. الصديقان لن يخونا العهد. لن ويخونا. طول راحتك طول راحتك. طبعا اكيد والالف الاثنين هون. ثلاثة. هلا ببعد للي مش شايف مني. نعم. الطلاب لم يحفظوا. بالمناسبة السابعة نسيت أحكي معلومة جديدة. ركز معي أنت كل بإيدك. ليش بحط ألف التفريق هون؟ ممتاز. حتى أميزها بين باو الجماعة والواو الأصلية. إذا حذفت الحروف يحذف يحفظ. هل اختل المعنى؟ معناته هاي الواو مش أصلية. أما يدعو إذا حذفت الألف الواو عفوا شو بصير؟ نعم. إذا هاي الواو أصلية. واو أصلية. إذا ألف التفريق تضع حتى نفرق. لا لا طبعا أنا بس حكيت عنها. حكيت. مس مس. لا هاي بس. أنا هلا بتعرف تعرف الالف لانه الاخون النون اصليه مش تعرف للناء النون اصليه. الطلاب لم يحفظوا القصيده. ما اعراب لم ويحفظوا؟ ما ننساش الواو. في اي استفسار يا ابني؟ بدنا نعرف اول شيء تساعدين وما ننساش الياء. بس في الامتحان مش اوضح هيك على طول بتعرف انه الياء بتعرف. ما ننسى يا المخاطب. لن ايش؟ ولن نعربها ويخونا. لن يخونا نعرب يخون والنا والالف عفوا. النون هاي اصليه ما تحكي لينا. الطلاب لم يحفظوا القصيده نعرب لم ويحفظ والواو عفوا يحفظوا والواو الموجوده فيها. في اي استفسار؟ سهله ولا صعب القاعده؟ اذا الفعل المضارع والافعال الخمسه يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف. في اي استفسار؟ يعطيك العافيه.
يلا يا بس بسرعه اصحح.